النوبة والبشر في أسوان والنوبة. عاوزين نعرف أكتر إحنا كمصريين، هل هذه التركيبة السكانية أو هذه الطبيعة بتجعل أهل النوبة دائما يبتعدون عن المشاكل؟ أهل النوبة دائما وأبدا متميزين ومتفردين بحاجات كثيرة جدا منذ بداية التاريخ. أول حاجة الشعور بأن أنت مؤسس للحضارة المصرية، هذا الشعور شعور صحيح 100% ومثبوت تاريخيا عندنا وعند العالم كله. في مفاجأة يمكن تيجي كمان مفاجأة للنوبيين ذات نفسهم، ان اول حضارة settlement يعني مستعمرة لناس قعدت في مكان واحد بيتكلموا نفس اللغة بنفس العادات والتقاليد والطقس الديني كمان والعلم كمان، كان موجودة في الجنوب في حتة اسمها نابتا بلايا، دي 100 كيلو غرب ابو سمبل. اكتشفوها في السبعينيات بس من القرن الماضي وقلبت الدنيا، لانها اثبتت ان هذه الاثار اتوجدت بيوت، ده معناها ان اول ناس سكنت في بيوت كانوا الجنوبيين العظام حتى قبل ان يطلق عليها لفظ نوبة. أيوة. يعني قبل ان يتكلم سترابون المؤرخ المشهور عنها في كتابه جيوغرافيكا او جغرافيا واطلق عليها النوبة، وطبعا الاسم من الاصل نبو او نبو بالهيروغليفي اي الذهب. لكن العجيب في الامر ان هذه الحضارة النوبية العظيمة الجنوبية اللي نابتا بلايا دي اللي اكتشفوها في السبعينيات دي، اكتشفوا فيها اول ساعة زمنية للتقويم بتاع السنة. كمان. يبقى اول ناس قالوا فلك، اول ناس قالوا المطر هينزل امتى، اول ناس درسوا الظواهر الفلكية بتاعت الشمس وبتاعت الانقلاب الشمسي وكذا، وهي ظواهر معقدة جدا فلكيا، كانوا الجنوبيين. وده معناه ان بداية الحضارة دائما وابدا ما بتبقى في الجنوب. بعد إذنك، أنا طبيبة بشرية وباحثة في البيولوجية الجزيئية. أحب ألفت نظر، للأسف أنا خجلانة إن أنا في القرن 21 قاعدة في لجنة دستور مصر هقول المعلومات دي، لأني حاسة من السنة اللي فاتت إن في جهل وتجهيل رهيب عن الشعب المصري. النوبة أصل البشرية. كل الكتب اللي بتتكلم عن Human Genome Project اللي مصر اتحرمت منها من المشاركة في اكتشاف الجين الكودي سنة 2003 أثبت الغرب ان احنا اصل البشرية وبالاخص النوبة. هل تخفل مصر لهذا القرن بهذه المعلومات؟ انا خجلانة من اللي انا بقوله وخجلانة من اللي انا بعمله واللي انا بعلمه، وخجلانه من تاسيسات الدستور 2012، وخجلانه من هذه اللجنه لغفلها التطور العلمي الرهيب اللي العالم مندمج فيه ومصر خارج هذا النطاق. كل الدراسات والابحاث العلميه بتدخل مصر مستهدفه هذه المنطقه، وانا عندي الاوائل اللي تثبت ذلك. كل الدراسات اللي جايه عايزه تاكد الفاي دي ان اي بروجكت بتستهدف بلدي واخواتي واهلي. احنا فين من كل ده؟ احنا فين من كل ده؟ لسه بنتكلم في القرن 21 الحته دي في البلد ولا لا؟ انتوا مش خجلانين من اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ كلنا خجلانين، بنتكلم في الحدود وبنتكلم ان الناس ترجع وبنتكلم. هذا هو الامن القومي الحقيقي، هذا هو الامن القومي الحقيقي. طيب، اما عن الثقافه النوبيه والشعب النوبي فانا اقر واعترف امام حضراتكم أنني عملت بين أبناء النوبة 4 سنوات من أجمل سنوات عمري، وأنا أزعم أنني تجولت في بعض أنحاء الأرض ليس في كلها، فلم أرى شعبا أرقى خلقا من شعب النوبة. 4 سنوات لم أرى فيها نوبيا في النوبة، في يعني النوبي لما بيطلع من النوبة أحيانا بغير أخلاقه شوي، لكن جوه النوبة لم أرى نوبيا يكذب. الكذب سمة مصرية، لم أرى نوبيا يكذب. وقد اتهم قضية السرقة الوحيدة طول 4 سنوات، قضية السرقة الوحيدة التي اتهم فيها نوبي كان سارق طشت، وقال
أنا لم أسرق الطشت، أنا أخذته، هو مدين لي بمبلغ وأنا دخلت وأخذت الطشت، يا يسد المبلغ يا مش هرجع الطشت. أنت متهم بالسرقة. قال لن أعيد الطشت، يرد لي نقودي وأرد له الطشت. وحفظت القضية لانتفاء القصد الجنائي. هذا هو شعب النوبة. لكن إذا انفتحت أنا في الكلام عن النوبة يبقى مش هنعمل دستور السنة دي. انتقل لحضرتك دكتور بسام، حضرتك درست الأصول النوبية للأسر الملكية المصرية، وقلت أن النصوص التاريخية تؤكد أن أعظم ملوك وملكات الدولة الوسطى كانوا سود البشرة. أيضا في الأسرة الـ18 يعني دي الدولة الأسر الحديثة، يعني هل مقصود أن الدم الفرعوني أصله نوبي؟ هل دي حقيقة؟ بصي، السؤال اللي بنتسأله كمان في أي حتة في العالم ممنوع، نتكلم على مصر عامة، على تاريخ مصر عامة، السؤال هو أين الدم المصري القديم؟ يعني الدم المصري القديم ده راح فين؟ هل احنا لسه دلوقتي بيجري جوانا دم خوف وخفرع ومنكورع وجسر ورمسيس وحتشبسوت ويا حتم والناس الحلوه ديت، ولا ايه؟ فالرد بتاعي تملي دائما ابدا عليهم، بقول لهم الوحداء اللي بيجري داخل عروقهم الدم الملكي المصري القديم هم النوبيين. لما قلت الدوله الوسطى هي عملت شويه لغط وسط الاوساط التاريخيه، علشان الدوله الوسطى ديت حصل فيها توحيد للقطرين تاني. احنا عندنا اتنين توحيد قطرين، بتاع نعر مير اللي انتوا كلكم عارفينه ده، واحنا طبعا مينا، احنا طول عمرنا عارفين مينا موحد القطرين، ده معروف ده، دي خدناها في سنه بالظبط كده. ولكن لا يعلم الكثير ان هناك حصل اشكاليه بين مصر العليا والدنيا مره اخرى، لغايه لما جاء ملك رهيب، هذا الاخر لازم يتحط على اول صفحه في الكتب بتاعت التاريخ، اسمه مونتو حتب الثاني، بيسموه في الغرب منتوحتب ذا جريت، وذا جريت دي او الكبير او العظيم دي دي ما تلقبش بيها في ملوك مصر في تاريخ مصر غير قليلين جدا، منهم الكسندر اللي هو الكسندر ذا جريت او الاسكندر الاكبر، ورامسيس ذا جريت عشان رامسيس منتوحتب ليه؟ علشان هو وفق مره ثانيه وبرده جاء من الجنوب زي ما نعرف مير كان من الجنوب، يبقى دائما اللي بيوحد الجنوبي.